ايه ده دوبي؟ هو انت ايه اللي مقعدك زعلان كده؟ اصلا انا رحت وريت الرسمة بتاعتي للناس، في ناس قالت حلوة وفي ناس قالت وحشة. طب وانا فنان؟ هو ده اسمه فن؟ هو يعني ايه فن اصلا؟ يا ابو مالك يا سيدي، قاعد زعلان كده ليه؟ انت عارف ان مفيش حد يقدر يقولك تعريف اصلا معين للفن. الفن ده حاجة كده بتعبر بيها عن نفسك، بتترجم بيها مشاعرك. عارف برضو ان الفن ده مش رسم بس، ده فيه اربع انواع من الفن. اول نوع فيهم اسمه الفن التشكيلي. الفن التشكيلي ده عامل زي الرسم، زي التصوير، زي الخط، الهندسة والنحت. تاني نوع من الفن اسمه الفن الصوتي، دي زي المزيكا والمسرح، السينما، الشعر، حتى الحكايات تعتبر برضو فن صوتي. عندنا تالت نوع اسمه الفن الحركي، ده زي السيرك واي حاجة بتحرك فيها جسمك، زي مثلا الرقص، وكل حاجة تقدر تعبر بيها عن اللي جواك بس بجسمك. واخر نوع اسمه الفن التطبيقي، دوت بتطبق حاجة زي ايه مثلا، زي الخياطة، زي التطريز، زي الموزايك، زي مثلا حتى انك بتصنع صابون، زي ما تدخل المطبخ وتطبخ حاجة، كل ده من النوع الفن التطبيقي. نيجي بقى لحتة، هي دي لوحة حلوة ولا لوحة وحشة؟ في القرن العشرين كله جه ناس كتير قوي قعدوا يهتموا بالموضوع ده. راح جه واحد اسمه ريتشارد ويليام قالك وهنجاوب على السؤال ده في ثلاث نقط وتبع ثلاث مدارس. اول مدرسه اسمها الواقعيه، الرياليتي او الرياليزم، دي بت ايه مثلا، انا عندي كتاب في كل حاجه مفروض تمشي عليها، بعدين اقارن اللوحه بتاعتي بالكتاب دوت، لو اعتبرها كده حلوه ولا اعتبرها وحشه. تاني مدرسة الموضوعية أو الأوبجكتيفيتي، ده عبارة عن إيه؟ دي تجربة إنسانية، مثلا بنتكلم عن الحرية، مجموعة من الناس متفق على حاجة معينة، فهل اللوحة دي بتخدم الموضوع اللي عندي؟ فأنا ببصلها بموضوعية مش برأيي شخصي. تالت مدرسة بتقول إن هي نسبية زي السبجكتيفيتي، يعني إيه أصلا؟ يعني أنا مثلا اللوحة دي عجباني أنا كأنا، مش عجبة واحد تاني لنفسه برضه، فكل واحد ليه نظرة معينة في اللوحة وليه فلسفة معينة في اللوحة. وده ينقلنا المفهوم مهم قوي اسمه الconceptual art، وده يعني ايه؟ ان الفنان لما يجي يقول ان اللوحة دي فن يبقى فن. طب ازاي بقى نفهم العمل الفني؟ كل واحد ليه فلسفة انه يفسر اللوحة على مزاجه. ناس بقى بتقولك ان اللحظة اللي تفسر فيها فيلم او لوحة العمل ده بيموت، عشان ما بقاش يودي ويجيب في اسئلة في دماغك، عشان انت خلاص فسرته. حتى موني كان بيطلب من الناس يحب اللوحة بتاعته مش يفسروها. عندنا حاجة اسمها الانتنشنال فالسي، بتقولك هل العمل الفني حلو لو فهمت الفنان اللي بيرسمه قصده منها ايه؟ راح ادجر بسأل، ما يطلعش عمل فني حلو اصلا الا لما الفنان وهو بيشتغل ما يكونش عارف هو بيعمل ايه. ريمبرانت راح رد عليه وقال له لا، معنى كده ان الفن ملوش هدف؟ ووصلوا للاخر ان الهدف من اللوحة مش بيبان غير العمل الفني اصلا قرب يخلص خلاص، كأن اللوحة هي اللي بتقول للفنان هو بيعمل ايه. في بقى واحد طلعلك اسمه أرنولد شوينبرغ، ده راح قال الفن مش لكل الناس، ده الفن للخاصة من الناس بس. جات مارينا أبروموفيتش قالت له لا، الفن للجميع. نوصل بقى من ده كله اي سيزر كروز والرأي اللي أنا معاه. قالك ايه بقى سيزر كروز؟ الفن يطمن المتلخبط ويلخبط الهي. الفن مش هدفه بس ان هو يكون مراية للمجتمع، ولا بس حاجة صلح بيها المجتمع، الفن ليك ولغيرك، اي حاجة تحرك مشاعرك. لو المتلخبط الفن يطمنها، ولو هادي الفن يلخبطها. واخر حاجة هقولها ان الفن مش لازم يبقى شكله حلو، زي ما قالت رينبو رول art wasn't supposed to look nice، لازم يبقى شكله حلو بس لازم يخليك تحس بحاجة. it was supposed to make you feel something.